صفراء، أوراق خضراء مسلوقة مشوية أفضل غذاء. ذرة صفراء، أوراق خضراء مسلوقة مشوية أفضل غذاء. أصدقائي الحلوين، بعدما أخذنا صوت الحرف ذ، اليوم أحضرت لكم صندوق المفاجآت ويحمل في جعبته مجموعة من الأشياء التي قد تحمل في جعبتها صوت الحرف ذ. هيا لنرى. إذا سمعتم صوت الحرف ذ نصفق، وإن لم نسمع ننام. ما هذه الصورة؟ صورة بقرة. أحسنتم. هل يوجد في كلمة بقرة صوت الحرف ذ؟ هيا، بقرة. هل سمعتم؟ رائعين، ناموا ناموا ناموا. أحسنتم. ماذا أيضا؟ إنه جرذ. جرذ، جرذ. هل يوجد فيه صوت الحرف ذ؟ جرذ. أحسنتم، رائعين. صفقوا صفقوا، أحسنتم. ماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ سأغمض عيناي. إنها ساعة رملية. ساعة. هل يوجد في كلمة ساعة حرف ذ؟ ناموا ناموا، رائعين. أيضا ذبابة. أحسنتم. هل يوجد في كلمة ذبابة صوت الحرف ذ؟ نعم، رائعين. صفقوا، رائعين. شكرا لكم يا أصدقائي. تعالوا معي في قصة حرف الذال. قد مر علينا مجموعة من الكلمات: ذئب، حذاء، وقنفذ. وكان مكان حرف الذال يختلف في كل كلمة من الكلمات. ففي كلمة ذئب جاء في بداية الكلمة، وفي كلمة حذاء جاء في وسط الكلمة، وفي كلمة قنفذ جاء في نهاية الكلمة، ولم يختلف شكل حرف الذال لأنه من الحروف القارصة، لا يقوم بإمساك الحرف الذي يليه، فهو لا يتغير شكله بتغير مكانه. انظروا. حسناً، الآن دوركم لكي تعرفوا أين جاء حرف الذال في كل كلمة من الكلمات. الآن ركز جيداً واسمع أين جاء صوت حرف الذال. ما هو الحيوان الذي يبدأ اسمه بصوت الحرف ذ؟ أحسنت، رائع، ذئب. وما هي الكلمة التي يوجد في وسطها صوت الحرف ذ؟ رائع، أذن. ممتاز. وما هي الكلمة التي تنتهي بصوت الحرف ذ؟ يا سلام، أحسنت، قنفذ. إلى هنا وينتهي درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم أصدقائي، أراكم غدا لكي نتعلم طريقة كتابة حرف الذال. مع السلامة.